نحن نكون واقعين، هل عملية الاختيار اللي عندنا نحن في مجتمعنا السوداني، هل هذه العملية مقصورة على الطرفين؟ مش على الطرفين، لا لا ما على الطرفين، في تدخلات كثيرة جدا جدا، في تدخلات، ما نحن نكون واقعين يا جماعة في مجتمعنا، كلنا في المجتمع، كلنا يمكن نكون أمهات وآباء، نكون واقعين. طيب عملية الاختيار حاليا محصورة بين الطرفين؟ عندي ولدي يكون عنده كم، محصورة بين الطرفين بس عملية الاختيار؟ ما أقول لك عملية حتى بعد العلاقة الزوجية، هل العلاقة الزوجية نحن قاعدين نخلي المجتمع قاعد يخليهم هن يغرروا يعملوا شنو مع بعض؟ أنا ده أقول لك، عايز أقول لك شنو، عايز أقول لك أنا الليلة مثلا ولدي بيكون عنده 100 صفة، يعني معليش مع الاحتزار لك، يعني ممكن يكون حاجات كثيرة فيه يعني أخلاقيات وكذا كذا، لكن أنا كأم بكون دار أقول والله ولدي ما فتش له البيت الأخلاق كويسة، البيت وأنا بكون ولدي أساسا نعم ظلمتها، يعني صح. يعني أنا أيد ولدي ما برضى فيه، لكن أنا بكون يعني في بالي ان انا دار لولدي البيت الفلاني، في حين انه ولدي ذاته أسوأ ولد، وانا بكون عارف الحته دي، لكن دار له بيت الاسره ودار له كده ودار له، عشان كده عشان كده ده عمل بيعمل خلل في عمليه الاختيار على كرسي على الهواء. يعني يا استاذ بابكر يمكن انت قبل تكلمت عن اسس الاختيار، الكلام اللي قالته استاذه نعمات التدخل، انا عارفه ولدي فيه عيوب اكثر من مزاياه، لكن انا بديس انا في المجتمع وبفتش له احسن بيت عشان الله. طيب يبقى شنو يبقى؟ نحن كاسره تدخلنا في عمليه الاختيار، طالما تدخلنا في عمليه الاختيار معناها حصل فيها خلل. طيب حصل فيها خلل، ما نصلح الحكايه دي. طيب يلا نصلحها باسس الاختيار بتاعتك، كشفت عن مساله خطيره جدا. يعني مساله الاختيار دي برضو يا اخواننا، لو 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 قلنا البدايه بتكون بين الطرفين، الان نحن في قراءاتنا للمجتمع في ناس بيختاروا ليه الولد، تختار ليه أخته، يعني صاحبة أخته، صاحبة أخته. الآن طبعا في حاجة عن طريق الفيسبوك والنت وكذا، وبعدين الزيجات اللي بتتم الآن عن طريق التعارف، يعني ما بيتعارفوا إلا يوم الدخلة نفسه. وأنا أفتكر إنه دي كلها إشكالات حقيقية جدا، لأنه المعاملة الحقيقية ومعرفتك للزول من خلال معايشة وممارسة بغض النظر عن شكلها شنو، دي بتكون صمام أمان، لأنه الزول ده أنت بتكون عرفت عيوبه وعرفت محاسنه. لكن الأشياء اللي بتكتشف فجأة دي بتؤدي إلى كثير جدا من الإشكالات. نحن ما دايرين نقول أنه برضو تدخل المجتمع كله سالب، ما المجتمع ده برضو ممكن يكون عنده تدخلات إيجابية. يعني نحن برضو محتاجين لدراسات معمقة فعلا، هل التدخل المجتمع ده في كل المسائل دي يعني هي 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 سالبة؟ الآن الأسر بتفتكر إنه لما تعرف أسرة بيقول لك والله ده أسرة أصلا أسرة كويسة، خلاص من خلال الأسرة الكبيرة جدا تتم الزيجة، لكن التفاصيل حتى الزول اللي الأصابع في اليدين ما واحد، ممكن انت الاسره انا اكون من اسره ابوي راجل مدين خالص جدا. طبعا انا وانا يعني خطوره الكلام ده يا جماعه الموجه لمجتمعنا، انه لا اكذب ولكني اتجمل، بقت ما الولد والبنت حتى الاسره ممكن تبقى الاطراف الاخرى الوالدين، اذا في امراه انت قلتي ممكن تهدي ولدها لامراه مغمده وتجمله باعتبار انه هو احسن ولد وهو بيكون اسوء ولد. إذن حق المجتمع انتبه لهذه الحقيقة، إنه نحن بنزرع بذرة فاسدة لعلاقة غير مستمرة. لو النازل انفصل ولا فاتوا هيكون الأم هي الأساس، عشان ما نلوم الشباب في إنه ولا المتزوجين إنه هم فصلوا علاقاتهم لأنه هم سيئين، لا حق نقول يا جماعة انتبهوا، لأنكم أنتوا إذا بتجملوا بناتكم أو أولادكم أنت بترتكبوا جريمة بالنص. يعني أفتكر معانا مثل حماية الطفل، يعني الأسرة والطفل، أفتكر ده حقه يسجل من ضمن الحقوق، إنه أي امرأة تعمل هذا الفعل بتجني على مجتمع كامل، ما بتجني على ولده ولا بنته.